أزمة في الدفاع، وأزمة في الهجوم، وأزمة في الوسط. هكذا وجد السويسري فلاديمير بيتكوفيتش نفسه في ورطة كبيرة، وهو لا يعلم كيف يعالج مشكلات المنتخب الجزائري التي صدمته قبل التوقف الدولي الحاسم وتصفيات المونديال. أن تتولى تدريب منتخب لديه مشكلة محددة أمر سهل، فالمهمة واضحة. عليك دراسة المشكلة وطرح الحلول المقترحة وتجربتها على أرض الواقع لإيجاد الحل الأنسب. لكن الحال مع بيتكوفيتش ليس بهذه السهولة، فمدرب المنتخب الجزائري وجد نفسه أمام منتخب يعاني من مشكلات على كل المستويات ولا يملك رفاهية تجربة الحلول المقترحة. بيتكوفيتش سيلجأ للمخاطرة واتخاذ القرار واختيار الحلول النهائية التي سيتم اختبارها مباشرة خلال مرحلة مهمة وحاسمة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويتحمل مسؤولية النتائج. المنتخب الجزائري يلعب في شهر يونيو المقبل مواجهتين مهمتين في تصفيات كأس العالم 2026. المواجهة الأولى ستكون أمام منتخب غينيا، والأخرى أمام أوغندا بعد أسبوع واحد، بينما يحتل محارب الصحراء صدارة المجموعة بست نقاط. أول الأزمات التي تواجه بيتكوفيتش هي أزمة الخط الدفاعي الذي يعاني بشكل واضح خلال الفترة الماضية، سواء في المسابقات الرسمية أو المباريات الودية، مع تراجع مستوى كبير للمدافعين وإصابة رامي بن سبعيني. 5 أهداف تلقاها المنتخب الجزائري خلال المواجهتين الوديتين الأخيرتين أمام بوليفيا وجنوب أفريقيا، وهو ما أكد وجود أزمة واضحة على المستوى الدفاعي وفي مركز حراسة المرمى. بيتكوفيتش ما زال يبحث عن الأسماء الدفاعية المناسبة لحل هذه الأزمة، وهو ما دفع للتفكير في مدافع مولودية الجزائر أيوب عبد اللاوي، لكنه سيكون أمام مهمة صعبة لإعادة ترميم هذا الدفاع الهش. وعلى المستوى الهجومي أزمة أخرى تواجه بيتكوفيتش، والذي لم يتمكن حتى الآن من اختيار المهاجم الذي سيقود هذا الخط في صفوف منتخب الجزائر في المواجهتين المقبلتين. بغداد بونجاح دار بمستويات متذبذبة في الفترة الأخيرة مع ناديه السد القطري، ويقترب بشكل واضح من الرحيل عن الفريق. أما منصف باكرار لاعب نيويورك سيتي الأمريكي لم يسجل أي أهداف في الموسم الحالي. على الجانب الآخر، فإن إسلام سليماني الذي خرج من حسابات بيتكوفيتش سابقا عاد إلى مستوياته المعهودة في الفترة الماضية مع ناديه الجديد ميخيلين البلجيكي، وقد يعود من جديد لمحارب الصحراء. الأزمة الأخيرة التي تواجه بيتكوفيتش هي اختيار الأسماء المناسبة والمنسجمة في خط وسط منتخب الجزائر، خصوصا مع امتلاكه العديد من الأسماء المميزة وتراجع مستوى أسماء أخرى. الثنائي حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي أكثر الأسماء التي شهدت تراجعا في المستوى بشكل واضح، ويبقى نبيل بن طالب اللاعب الوحيد في هذا الخط الذي يقدم مستويات مميزة مع ناديه ليل الفرنسي. بيتكوفيتش يسعى للاستقرار على أسماء ثلاثي وسط الملعب سريعا، لكنه يحاول البحث عن أفضل الأسماء بين عدد كبير من اللاعبين الذين يقدمون مستويات متخبطة في الفترة الأخيرة.